شكرا لك نجلاء. أكدت موسكو الانفتاح على الحوار مع واشنطن لخفض التصعيد في أوكرانيا في وقت نقلت فيه تقارير أمريكية أن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان أجرى مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في روسيا. أما كييف فأكدت من جانبها أن أي محادثات ينبغي أن تكون على أساس عدم المس من وحدة أراضيها. بعد أشهر من إعلان الدعم السياسي والعسكري لكييف، أمريكا تطالب أوكرانيا بالانفتاح على روسيا. مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سولفان حث كييف على التواصل مع موسكو لما سماه الحد من مخاطر الحرب وتقليص اللجوء إلى السلاح النووي، دعوة تطبقها عمليا الإدارة الأمريكية التي قالت إنها تتواصل مع روسيا على مستوى عال للغرض نفسه وللإبلاغ عن العواقب المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية، مع التأكيد على ثبات موقفها من دعم أوكرانيا. سنواصل العمل يوم بعد يوم لدعم الشعب الأوكراني الشجاع في سعيه للدفاع عن سيادته واسترداد سلامته الإقليمية، وسنعمل لمواصلة فرض التكاليف على روسيا. وول ستريت جورنال ذكرت أن دولا غربية أيضا ترغب بفتح قنوات حوار مع موسكو، لكنها تتجنب الإفصاح عن ذلك تفاديا لغضب كييف. الموقف الأوكراني سبق وعبر عنه رسميا الرئيس فلاديمير زيلينسكي عندما وقع على قرار بشأن استحالة إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين وعلى ضوء ما تحرر للعلن عاد وقال إن كييف لن ترفض قط التفاوض مع موسكو وهي مستعدة لإجراء محادثات مع رئيسها المستقبلي. الجانب الروسي وإن بدا متحفظا على ما نشرته وسائل إعلام غربية في هذا السياق، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أكد أن بلاده منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا. لعبة عض الأصابع بين الغرب وروسيا ربما وصلت إلى مراحلها الأخيرة مع دعوة واشنطن للحوار مع موسكو إذانا بحلول ومسارات أخرى أقل تصعيدا وحنقا، وهو ما يتماهى مع رهان بوتين الذي كان ألمح في منتدى فالدي للحوار بالقول إن الولايات المتحدة وحلفائها سيتعين عليهم عاجلا أم آجلا إجراء محادثات مع موسكو. ومتابعة لهذا الموضوع نرحب من الدوحة بالدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. أهلا بك دكتور إبراهيم. أعلن موسكو انفتاحها على الحوار مع واشنطن ولقاءات جيك سوليفان مع مسؤولين الروس، هل هذا يشير إلى أن الصراع قد نضج للتوصل إلى تسوية ما؟ يشير بدرجة أساسية إلى أن هناك مرحلة قد انتهت فعلا في هذا الصراع، وهي مرحلة المواجهة المباشرة ما بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أن الحرب قد أوصلت الطرفان إلى هذه النقطة. وبالفعل نعم، هو نضج الصراع لأن يكون هناك محادثات مباشرة ما بين الطرفين، وإلا سيكون هناك إذا استمرت الخسائر الروسية في دونباس وفي خرسون وفي زاباروجيا وإلى آخره، لا أعتقد أن روسيا بإمكانها أن تتحمل المزيد من الخسارات، بإمكانها أن تتحمل بعض الشيء، ولكن إذا كان الخيار ما بين أن خسارة ما تبقى من مناطق دونباس واستخدام السلاح النووي، فأعتقد أن بوتين هو جاهز لمثل هذا الخيار، وهذا سيضع الولايات المتحدة في موقف لا تحسد عليه، حيث أن الرد الأمريكي هو سيكون إما بإعطاء أوكرانيا سلاح نووي وهذا غير وارد، أو أن توجه ضربة قاسمة إلى الأسطول الروسي في البحر أو الجيش الروسي في أوكرانيا، وهذا يعني دخول الولايات المتحدة في حرب مباشرة مع روسيا وستخرج عن الإطار. ولهذا السبب كان لابد بهذه المرحلة، ونعم هو نضج الصراع لأن يكون هناك محادثات مباشرة على الأقل، ليس بالضرورة من أجل الحل، ولكن من أجل أن يكون هناك منع للتصعيد في أوكرانيا. طيب دكتور فريحات، إلى مرحلة واشنطن التي أعلنت في أكثر من موضع بأن أحد أهدافها الأساسية
من دعم أوكرانيا هو استنزاف روسيا ومنع تكرار هذه التجربة في المستقبل ضد أي دولة أوروبية. بالنظر إلى فكرة الوصول إلى المرحلة الحاسمة الآن من الصراع، هل هي فعلا كذلك أم أن هناك ضغوطات وعوامل أخرى أمريكية داخلية دفعت بواشنطن إلى هذا الطرح، وتحديدا موضوع الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي؟ هناك العديد من الأسباب وراء مثل هذا التحرك. السبب الرئيسي الأول هو كما تحدثنا منع انتقال المواجهة الحرب إلى المواجهة المباشرة واستخدام السلاح النووي، ولكن هناك أهداف وعوامل أخرى هي ساهمت بهذه المرحلة، ومن أهمها أن الولايات المتحدة هي حققت فعلا العديد من المكاسب من هذه الحرب، منها أنها أوصلت الناتو إلى حدود روسيا بدخول دول مثل السويد وفنلندا على حدود روسيا، وأيضا استطاعت أن تسيطر على الورقة الأوروبية، وأيضا فعلا لقنت بوتين درس بأن هذا لن يتكرر، وأعتقد أن بوتين تلقى درس قاسي جدا في هذه المعركة بأنه لن يغامر، لن يجاسف بحرب أخرى في المستقبل بهذه السهولة. ثم أن هناك العوامل الداخلية، نعم، وهي أن الانتخابات النصفية هي شبه محسومة لصالح الجمهوريين، وهذا يعني أن بايدن سيفقد الإدارة الديمقراطية، ستفقد الأغلبية في داخل الكونغرس، وبالتالي لن تستطيع توفير المصادر المالية التي تدفعها حاليا لأوكرانيا بدون رقيب وحسيب، لأن الديمقراطيين يسيطروا على الكونغرس في الوقت الحالي. فإذا وصل الجمهوريين هو اتجاه يميني، والأحزاب اليمينية في أوروبا هي مع بوتين وليس مع مواجهة بوتين، والحزب الجمهوري وترامب بالتحديد هو يمشي بهذا الاتجاه. فإذا هناك العوامل الداخلية المساعدة في هذا الاتجاه. نعم. شكرا لك من الدوحة الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، على هذه المشاركة معنا.